سلك هتلاقي انه الصور هذا اللابوان اسمها هذا فيها زي طيب هنشوف البيشنت سيوفاين لانه ممكن يكون برون هذا لو برون لكن سيوفاين سيوفاين والهيد فيرست الصورة الأولى يسميها المباشرة في الجهة صورة سكاوت جهد من سكاوت أو لوكالايزر تحمي هذه نعمل ستارت سكان عشان يدينا الصورة اللي بنخطط منها السلايس اللي بتجي بعد تمام صح أخذنا الصورة هذا صوت الجهاز هذا جهاز محاكاة للجهاز العادي هتطلع عندي صورة سكاوت او لوكالايزر اقدر اعمل منها بلان للسلايسز اختار على طول كان عندي سكاوت هذا السيريس اسمها سكاوت نكست سيريس حتطلع اسمها بري كونتراست يعني قبل الكونتراست اصبح السكان تايب اصبح اكزل هنصور اكزل سكان طيب من وين لوين الاكزل سكان هيبدا ينتهي لازم احدد اعمل بلان للسلايسز اعمل خطه اضغط عليها كده اضغط على الشمال واكون مستمر في الضغط اتحرك بهذه الطريقة اوكي بعدين عشان تكون اتجاه الرأس الخط في التكنيك انه لازم تكون برا للأرض 800 لاين برا للأرض 800 لاين ايوه لازم تكون برا للأرض 800 لاين احنا بنلاقيها صبرا أرض 800 لاين انفرا أرض 800 لاين او كده باعتبار احنا عملنا this is the plan عملنا السلايسز اخذنا الرينج اوف سكان اللي هو دائما بيكون في معظم السيتي من البيز اوف سكال لحد الفيرتكس البيز اوف سكال لحد الفيرتكس طيب هنعمل اند بلانينج هنشوف اول ما عملت الاند بلانينج الجهاز اوتوماتيكلي هيختار الستارت لوكيشن والاند لوكيشن تطلع عنده لانه هو محدد الريفرنس بوينت لا خلاص اصبح عندي الستارت لوكيشن والاند لوكيشن طيب المنطقة هذه اسمها سكان بارامترز ممكن اعدل فيها حاجات ثانية كمان لو عايز اغير في الفيلد اوف فيو السايز فيلد اوف فيو ممكن يكون كبير 50 او 25 كيلو جرام دائما الصغير بيكون 25 ممكن اغير الكيلو فولت ممكن اغير الملي امبير تمام عندي حاجة ثانية اسمها التكنس الاس بي تمام هذه الديتكتر اري النمبر اوف ديتكترز اللي انا هستخدمها تمام السلايد تكنس البيتش السبيد السلايس جاب المسافة بين السلايسز هذه كلها انا ممكن اختارها اضغط على كل واحد واختار مثلا السلايس نقول 4 سي السلايد تكنس دائما في البريم ممكن تكون 5 او 7 في هذا الرينج يعني 5 نعمل سي البيتش اللي هي السرعة بتاع حركة الفيد اوف التيبل 1.351 مثلا سي السلايس جاب هل في سلايس جاب زيرو او يكون في سلايس جاب زيرو وكان سيف زيرو بس اوكي اصبحنا طيب انا عندي الايميجنج هنا كمان ممكن نختار الصور بتصار بالريتروستراكشن الجوريثم او وي كان دو سكان مباشره طيب اصبحت العوامل جاهزه للاسكان ممكن اعمل ستارت سكان رح نبدا الستارت سكان الجهاز بيصور مباشرة أصبحت عندنا هذه الصورة بهذه الطريقة تمام؟ ظهرت عندنا الصورة زين. طيب نحن ذكرنا السكان عندنا البوني ويندو والسوفت تيشو ويندو والأشياء هذه اللي تو فيو ذا ايمجز يوز تو فيو ذا ايمجز ممكن نختارها من هنا اللي هو ريكونستراكشن الجوريثم سوفت تيشو اور بوني هذا الخيار اللي هو شايف هنا كان عندنا ثيكنس سبيد اللي جنبها الايميجنج اللي بيظهر فيها الماتريكس سايز والاكزيل السوفت تيشو اهم حاجه فيها السوفت تيشو اللي هو السوفت تيشو الجوريثم والبون الجوريثم طيب احيانا نعمل انجكشن للكونتراست ميديا كيف نتحكم في الانجكشن هنا اللي هو اسمه بريجر انجكتر هتلاقي فيه المشين هذا يس اوتوماتيك كيف نتحكم في الاوتوماتيك طيب اللي هي فيها الفوليوم كمية الكونتراست اللي حنعمله حتكتب الفوليوم هذا في الاوتو انجكشن صح؟ اه للاوتو انجكشن
كمبيوتر لكن تحكمها من عندي من الجهاز الجديد. 2 ملي كل واحد الفلو 2 ملي مثلا في الثانية مثلا أو 4 ملي في الثانية بكتبها هنا تمام؟ أوكي؟ أوكي؟ اللي هي دائما تكون الفلو الفوليوم ملي والديلي سكان وتأخير الإسكان بعد الستارت انجكشن. طيب اخترت هذه العوامل مثلا بعدين مثلا بنختارها بكون خلاص اوكي تبدا تعمل ستارت سكان تعمل دوره جديده من الاسكان يبقى هذا هو الشغل بتاع البرين فيري 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 ايزي يعني فيري ايزي بقى تشيس ناخذها مره ثانيه لا نبي تشيس عطنا تشيس مصورين احنا نبي تشيس بس تشيس تشيس نفس القضيه تشيس 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 بقى تشيس ولا بدون بس انا لانه ماشي عندي مراقبه والله شباب معلش خلاص يلا الساعه 3 انا مراقبه يلا ماشي نجي يلا اخترنا الجست سوباين سيت فيرس لوكلايزر نفس الخطوات نفس الخطوات خلاص يلا جست بعدين نسحبك الرين اختار ماشي خلاص كده